Today our lab is about anemia and blood disorder. The first case is about iron deficiency anemia for a male patient, 40 years old. The physician prescribed for him ferrous sulfate 200 milligram tab. So what is the dose of iron that should be given to treat patient iron deficiency anemia? In general, بشكل عام, تنحسب الدوزات according to amount of elemental iron for iron deficiency anemia اللي هي تقريبا ما بين 100 الى 200 ملغرام daily. زين, يعني هاي الفرس سلفيت حباية وحدة باليوم؟ لا, خطأ. فرس سلفيت ما تحتوي على 200 ملغرام of elemental iron. هاي ال 200 ملغرام جزء منها فرس والجزء الاخر سلفيت, فراح نشوف ان شاء الله بالاسئله القادمه ايش قد كميه الايرن بها اللي تقريبا 65 ملي جرام اوف اليمنتال ايرن من اصل هاي ال 200, يعني نحتاج تقريبا 3 حبايات باليوم حتى نوصل الى 200 ملي جرام اوف اليمنتال ايرن. خلينا نشوف السؤال الثاني. How you can monitor the response to oral iron. احنا عندنا انيميا, يعني شو نقيس؟ اكيد نقيس الهيموغلوبين, بس شلون نعرف هذا استجاب العلاج ذو؟ لا, المفروض يزيد الهيموغلوبين بمقدار 2 جرام بير دي سي لتر اوفر 3 تو 4 ويكس, يعني ننطيه اليوم ورا 4 اسابيع, خلينا نقول ورا شهر. اذا زاد الهيموغلوبين 2 يعني دا يستجيب للعلاج, واذا ما زاد 2 ما دا يستجيب للعلاج, يا اما هو ما ملتزم بالعلاج ما دا ياخذ بانتظام, يا اما هو عنده كونتينيوس بليدنج, يا اما التشخيص مالتنا غلط وهو ما عنده ايرن ديفشنسي انيميا وانما عنده غير تايب اوف انيميا. وعلى ذكر هالموضوع يا شباب, احنا عندنا انواع كثيره من الانيميا, مو اي واحد يجينا للصيدليه شايل التهليل مال هيموغلوبين وانت راسا تشيل تنطيه الحب الحديد اللي عندك الفروسام او اي شركه اللي عندك مال حديد. يا شباب ترى الفقر ذنب بانواع, بمايكروسيتيك اللي هو سببه اهم شيء ار ديفيشنسي انيميا, ماكروسيتيك سببه فوليك اسيد او بي 12, بعد عندنا نورموكروميك نورموسيتيك قد يكون هيموليسيز, هوايه عندنا سعرات الثلاسيميا, سيكوسيل انيميا, بلاد لوس, هيموريج, الكرونيك ديزيز, كل حقيقه تنصب ضمن النورموكروميك نورموسيتيك انيميا. فاذا عندنا انواع هوايه, فرجاء اي واحد يجيك شايل وصفه هيموغلوبين للصيدلي, يعني التحليل الهيموغلوبين, ترجع للطبيب, لان احنا ذكرنا هالكورس كل الادويه مالته هي بريسكربشن اونلي ميديكيشن, وحتى وان جاب لك تقرير كامل وصوره كامله للدم حتى تقدر تعرف شنو نوع الانيميا, همنا احنا ما مرخصين قانونيا لعلاج الانيميا, والافضل والاسلم ارسالها للطبيب. So how long the treatment of iron deficiency anemia with oral iron should be continued. ايش قد يستمر على العلاج؟ يعني خلص الشريط, خلص الباكيت, زاد اثنين, يعني هو كان خلينا نقول طبعا تعريف according to WHO الهيموغلوبين اقل من 12 بالنسبه للفيميل يعتبر انيميا, واقل من 13 بالنسبه للميل يعتبر انيميا. يعني نفرض هو كان ميل وهو عنده هيموغلوبين 11 ورا شهر صار 13, اقطع العلاج؟ هذا السؤال هنا أنا نقدر نجاوبه ونقول انه should be continued for at least 3 months, additional 3 months, further 3 months to replenish iron stock. يعني شنو معناه؟ يعني انا بالبدايه الانيميا ما تظهر عندي, ليش؟ لانه عندي خزين من الحديد وين قاعد؟ بالفرتين, مخزن ماده. زين, هذا من خلص الحديد اللي عندي بالدم ياخذ من المخزن, يظل ياخذ من المخزن, من ظهرة الانيميا معناها الحديد بالدم خلاص وبالمخزن ما تخلص, مثل ما عندك بالصيدلية عندك ادوية على الرفوف وعندك بالخزين جوا الرفوف بعض الادوية, من يخلص من على الرف شو تطلع؟ طلع من الخزين تحطه بالرف, ما يظهر عندك نقص, يجي المراجع الثانية تقدر تنطيه, ليش؟ لانه عوضت النقص من داخل من الرفوف من داخل المخزن مالتك, بس من يخلص الخزين مالتك ويخلص على الرف لازم ذاك الوقت تروح تشتري من المتخر, تشتري كمية تعوض الخزين وتعوض النقص اللي عندك على الرف. هذا هو علاج الانيميا.
counseling that should be given to patients taking oral iron therapy. طبعا احنا ذكرنا في المختبر السابق من علمتكم على استخدام الدي ان اف شلون نعرف الليبلات، ونقرا كل ليبل ونتاكد شنو هو لازم نحكي بالنسبه الى المريض. طبعا هنا الحديد it should be taken on empty stomach it may discolor stool. بس سؤالنا هنا المهم، شنو معنى كلمه empty stomach؟ معده فارغه، تقول للمريض اخذه على معده فارغه، هذا يبلع الحباية ويروح ياكل رأسه، يعني يقول لك انا بلعت معدتي فارة. لازم يحدد المريض يا اخوان ساعة قبل الاكل او ساعتين بعد انتهاء الاكل، يعني معدته فارغة ما بيها اكل، مو رأسا معدته فارغة وبيد الخاشوقة بلع الحباية واخذ الاكل، لا، هذا هو الصحيح مالته. طبعا الايرن بريبريشن احنا قلنا بيست تو بي ابزوربد اون امتي ستومك، يعني وجود الاكل يقلل امتصاصه في 40%. So it can be taken after food. إيش وقت to reduce gastrointestinal side effect؟ يعني هذا المريض اللي أخذه وصار عنده مغص بمعدته وما دا يتحمله، ذاك الوقت نقول له أخذها وراء الأكل، بس مو أول ما يجيني أقول له أخذها وراء الأكل، يجوز هو ما يتأثر بيها، وبالتالي خلينا يستفاد من عندها أقصى فائدة، نقول له يأخذها ساعة قبل الأكل أو ساعتين بعد الأكل، إلا إذا جاني وراء يومين ثلاثة بدي يقول معدتي ترجع، ذاك الوقت ياخذ هوية الاكل او بعد الاكل. If you have ferrous gluconate 300 milligram tablet only in your pharmacy, what will be the equivalent dose؟ زين يابا احنا الاكوفيلنت دوز وين نحسبه؟ نحسبه استنادا على وزن الحبايه لو على الاماونت اوف اليمنتال ايرون. اتذكر ببدايه السؤال حسبنا الاماونت اوف اليمنتال ايرون، يعني ايش قد يحتاج المريض. هنا التثمية هاي جزء منها للفرص وجزء للجلوكونيت. شوفوا هذا التيبل بكتاب البي ان اف، يقول الفرص في يوم اريد بي 65 ملي جرام اوف اليمنتال ايرون الحباية ام 200، بينما الفرص الجلوكونيت ام 300 بها 35، يعني تقريبا كل حباية ام 200 الفرص فيوماريت او فروسام بتعادل حبايتين من ام 300 مال فرص جلوكوني تقريبا، يعني اذا كان ياخذ حباية ثلاث اوقات هسه المفروض ياخذ حبايتين ثلاث اوقات حتى تصير ايكوفيلنت دوز اوف اليمنتال ايرون. الكيس الثانية فيميل بيشنت 33 years old هم عندها ايرون ديفيشنسي انيميا، والطبيب كتب لها فرص فيوماريت اللي هو فروسام مسامرة حباية ام 200 ثلاث اوقات في اليوم مثل ما حكينا قبل شويه شلون تنحسب الجرعه مالته. What are the expected side effects of oral iron therapy؟ Common or very common مثل ما قلنا يقسمها كتاب يعني حسب الى common or very common و uncommon. Constipation دياريا، زين هسه لو constipation لو دياريا وحده من عندهم، يصير constipation على الاغلب بالالدرلي بالكبار او بالبريجننت وومن، بس اللي ياخذ modified release تابلت اوف ايرين او اللي عنده انفلاماتوري باول ديزيز احتمال يصير عنده دياريا اكثر. زين فحسب المريض مالتك وحسب ما انت تعرفه تقول له بالنسبه للاعراض الجانبيه. مره عجوز شو تقول له؟ كونستيبيشن. شابه وعندها انفلاماتوري باول ديزيز تقول احتمال يسوي لي شنو؟ دياريا. فاذا ما نحكي حكايتين حتى لا يقول المراجع انه هذا صيدلي ما يفتهم. Gastrointestinal discomfort اللي هي dose related، يعني dose related to the amount of elemental iron، يعني كل ما تزيد كل ما راح يزيد عندك الديسكومفورت، ولهذا الفرص الجلوكونيت ابو 300 قد يكون باعراض جانبيه اقل من الفروسام ابو 200. نوزيا ايضا ممكن تصير عندنا، وانكمون فوميتنج، يعني النوزيا هي كومن ولكن الفوميتنج ان كومن. Frequency not known قد يكون discolor مال الستول appetite decrease. سؤال آخر، if the patient develops such side effect اللي حكينا عليهم، what are your recommendation to minimize these side effect and to increase the patient compliance؟ احنا قلنا إذا هو ماخذها العلاج وصار عنده GIT side effect ممكن أقول له يابا أخذها وراء الأكل، ولكن الإفكاسي مال الدواء راح تقل، فالأفضل المفروض كل المرضى اللي يجوني حتى خلي معدته تتعلم على الدواء اقول له بلش بحبايه وحده من العلاج، هذه الدوز should be increased by increment، يعني زيدها اليوم حبايه ورا يومين ثلاث سويها حبايتين، ورا اسبوع او خلينا نقول خمس ست ايام سويها ايش قد ثلاث حبايات باليوم تدريجي.
بدل ما انت تاخذ ثلاث حب من اليوم، تبلش بثلاث حبايات قبل الاكل، لا تبلش اليوم وحده، ورا ثلاث ايام تصير اثنين، ورا ثلاث ايام اللوخ يعني ست ايام، خلينا نقول اسبوع تصير ثلاث حبايات باليوم قبل الاكل. ذاك الوقت اذا هم هاي الطريقه ما فادت، نرجع لطريقتنا القديمه اللي هي تاخذها شو وقت ورا الاكل، بس راح يصير عندنا decrease amount of iron that absorbed، وبالتالي احنا قلنا هي gastrointestinal discomfort او GIT discomfort هي dose related to amount of elemental iron. A few weeks later, the same patient returned to pharmacy carrying an empty sheet of ferrous gluconate, which had been dispensed from another pharmacy in a state of ferrous fumarate, and the patient was insisting on this product because he experienced a lower incidence of side effect. Lower incidence of side effect because شنو مثل ما قلنا less amount of elemental iron لأن الفرص جلوكونيت ب تقريبا 35 بالحباية بينما الفرص فيوماريت ب 65. طبعا هنا هاي نفهمها للمريض، يا بتر هذا وزن الحباية ما له علاقة بكمية الحديد بداخلها، لأنه يعتمد على المركب المشلبي ويا الحديد، يعني الملح المركبي ويا الحديد جلوكونيت أو فيوماريت. فإذا هنا أنا ذاك معدتك اقل لانه بي نسبه حديد اللي تفيدك هي اقل، بس انت اذا اول واحد مرتاح عليه ممكن نبقى عليه ونحوله الى شنو بعد الاكل، او نبلش بهاي الطريقه اللي حكيناها قبل شوي انه انكريمنتال انكريز. الكيس الاخرى عندنا بيشنت 20 years old male، الطبيب صرف له فيروغارد سي تابلت 1 تابلت ديلي بيفور فود. الفيروغارد سي طبعا هو بايرن وفيتامين سي. وات از ذا ثيرابيتيك ادفانتج اوف ايرن فيتامين سي كومباوند برودكت؟ طبعا انه اكو مصادر تقول انه يعني هذا الفيتامين سي مينتين ذا ايرن ان فرس ستيت اللي هي المور ابسوربابل فورم. هاوفر نحتاج الدوز قد مو 500 تقريبا 1 جرام. 1 جرام حتى يزيد ان الابسوربشن باي 10%، يعني اذا 500 يجوز 5% او اقل. اللور دوزز مال فيتامين سي اللي هي 100 ملي جرام مثلا، احنا هنا قلنا 500 يعني يجوز بها فائده بسيطه. دو نوت سيجنيفيكنتلي التر ايرن ابسوربشن، طبعا احنا هنا اذا اخذنا حتى لو قلنا 5% سعر الدواء كلش راح يزداد، والفائده تزيد 5% يعني حقيقه هي ما بها فد ذاك فارماكو ايكونوميك ادفانتج، ولهذا ما مفضلة ونادرا ما تصرف الى المريض. طبعا اذا التزم بالعلاج بشكل صحيح راح نوصل 200 ملي جرام اوف اليمنتال ايرن اذا اخذها قبل الاكل وثلاث مرات وبانتظام بالنسبة للمريض، ولا داعي لوجود الفيتامين سي ويا الحديد. كيس الاخرى ايضا عندنا ميل تشايلد 8 years old، الطبيب صرف له فرص سلفيت موديفايد ريليس كبسول 1 كبسول ديلي بيفور فود. طبعا قبل ما نذكر تفاصيل الاسئله وانما نحكي على الموديفايد ريليس، الفكره يا شباب من الموديفايد ريليس انه الدواء انطيه مره واحده باليوم بدل ثلاث مرات. المهم للمريض اللي ما يلتزم بالعلاج او صعب اخليه يلتزم بالعلاج، يعني مثلا اطفال على سبيل المثال. النقطه الثانيه الفكره انه موديفايد ريليس يعني راح يسوي الريليس مال الدراج سلولي، يعني absorption slowly، يعني amount of elemental iron ما كلها تجينا دفعة واحدة يسموها dumping effect، وبالتالي GIT side effect أقل. يعني هم هي مرة واحدة باليوم وهم من GIT side effect أقل، يعني to ensure better adherence، يعني يلتزم بالعلاج وما يقطع عن نص العلاج ماكل. زين، why did modified release iron preparation have a lower incidence of side effect؟ طبعا هذا البريباريشن فورمولييتد تو ريليز ايرن مثل ما قلنا جرادجولي، ذا لو انسيدنس اوف سايد افكت ريفلكت ذا سمول اماونت اوف ايرن افيلابل فور ابسوربشن از ذا ايرن از كارد. بس المشكله هنا ايرن ويل بي كارد باث ذا فيرست بارت اوف دودينم، لانه موديفايد ريليز ما تذوب بالمعده ولا بالدودينم، تعبرها من تعبرها وين توصل المنطقه انتو اريا اوف ذا جات وير ابسوربشن مي بي بور، يعني مو بس هو قام يفرز لي شويه شويه وانما يوصل الى منطقه الابسوربشن بيها قليل، فالاماونت اوف اليمنتال ايرن راح يوصل للجسم تكون كلش كلش قليله، يعني مو مثل ما احنا فكرنا عليها كلش قليله حتى اقلل السايد افكت وتفيد المرض، لان هنا أنا عبرت المكان اللي يمتص بيها الايرن بشكل اساسي، وبالتالي هل عندنا ثيرابيتيك ادفانتج اوف ايرن بريباريشن؟ نو،
لان هو مادة توصل للجرعة مال المنتل ار مثل ما احنا كنا مخططين له. What advisory label should be given to the patient with Fiospan? احنا قلنا modified release. And what do you recommend if the child cannot swallow it? طبعا الليبل نمبر 25 اي موديفايد ريز المفروض ما يقرطها المريض ما يعالجها لانه حتى لا يتكسر الغلاف مالته وتفقد خاصيه الموديفايد ريز. بالنسبه للاطفال الكبسول كان بي اوبند اند سبرينكلد اون فود. يعني احنا مو قلنا ما يصير يكسرها يا مو هي الكبسول يا شباب بيها يسموها مايكرو انكابسوليشن يعني داخلها مثل خرز ناعم شلون شايفين الفروفوليك بداخلها خرز كل واحده من ذني الخرزات هي مغلفه اذا تقرطها احتمال حتى هذا الغلاف الداخلي يتكسر وبالتالي تفقد خاصيتها فممكن تفتحها وتديرها فوق الاكل ويلهمها لهم المريض اللي ما يقدر يبلع الكبسوله اللي حجمها كبير خاصه مثل ما شفنا هنا طفل صغير عمره 8 سنين. Another case female 29 years old. الطبيب صرف لها فروسام 3 حبايات باليوم فوليك اسيد ابو الاربعه بالعشره ملي جرام حبايه واحده باليوم وجاستريجيل اللي هو حب مال قرط او خلينا نقول الجالي حبايه 3 مرات باليوم والمره هي كانت بريجننت والجاستريجيل مثل ما قلنا هو انتي اسيد كومبينيشن من المنيوم ومغنيسيوم الشرط. Why folic acid is a prescribed routine for a pregnant woman to prevent a neural tube defect and for how long? عادة يصرفوه before conception until week 12 يعني the first trimester of pregnancy. نشوف هاي الصورة هذا هو ال neural tube defect. Neural tube defect يصير عندنا incomplete ويصير عندنا مشكلة بال development مال الفيتس هاي يصير عندنا شكلها بالواقع. طبعا ممكن يصير عندنا ايضا بالبرين النيوراتيوب ديفكت مو بس بمنطقة الظهر بالسباينال كورد هذه مشاكل النيوراتيوب ديفكت انكمبليت كلوجر وبالتالي هذا الشكل اللي يصير عندنا. احنا قلنا صرفنا 400 مايكرو جرام او 4 بالعشرة ملي جرام فوليك اسيد هذه المن الومن اللي ما عندها ريسك اللي عندها ريسك يصرفوا لها ام الخمسة ملي جرام من هم اللي عندهم ريسك اللي هم اصلا الكابول اللي هم عندهم نيورال تيوب ديفكت او واحد من البارتنر يعني الام او الاب عندهم نيورال تيوب ديفكت او واحد من البارتنر الفاميلي هيستوري مالته عنده نيورال تيوب ديفكت او الومن اللي عندها بريفيوس بريجننسي افكتد باي نيورال تيوب ديفكت او الومن عندها بعض الامراض سيلياك ديزيز مال ابزوربشن ستيت عندها دايابيتس ميليتا سيكل سيل انيميا او هي تاخذ انتي ابيليبتيك ميديكيشن تعرفون الكاربامازيبين فالبروك اسيد وغيرها هذولا المفروض نصرف لهم ايش قد 5 ملي جرام بدل 400 مايكرو جرام بال 12 ويك الاولى اللي احنا قلنا تو بريفنت النيورال تيوب ديفكت. وات از ذا بروبلم ان ذيس بريسكريبشن يا شباب اكو احنا نشوف الدوزات اذا صحيحه معناها المشكله قد تكون على الغالب هي دراج انتراكشن فاذا نروح للابندكس 1 بالبي ان اف ونشوف انه اكو انتراكشن بين ذا ايرن اند انتي اسيد خاصه المغنيسيوم سولت مو الالمنيوم يقلل الابزوربشن اوف ايرن شلون نحل المشكله؟ نسوي سيبريت ذا دوز انتي اسيد شود بي بريفيربل نوت تيكن ات ذا سيم تايم اذر دراج سينس ذي ماي امبير ابزوربشن يعني نفصل بيناتهم فساعتين ثلاثه حديد راح يصير ساعة قبل الأكل وخليها تصير ساعتين ورا الأكل انتهى الموضوع حلينا المشكلة. الكيس الأخرى female patient 26 years old عندها lower UTI والطبيب صرف لها سوبرودار سوبرفلوكساسين 500 ملي جرام توايس ديلي والمريضة عندها هيستوري مال glucose 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي. طبعا اللي عندهم هيك ديفيشنسي من ياخذون الفازابين او سيرتين دراج مثل سيبروفلوكساسين يصير عندهم اكيوت هيموليتيك انيميا. طبعا هذا الكونديشن مور سيفير يكون عاده بالتشيلدرن او اللي ياخذ الفريش فازابين ايتن رو يعني ياكل الباقله ما مطبوخه وهو طفل صغير ولهذا دائما احنا بالعراق نسمع عمره 5 سنين لحد يوكله باقله يابا اذا ما عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي ما ياثر عليه بس اذا عنده ممكن يتاثر طبعا هو احنا قلنا مور سيفير بالنسبه للتشيلدرن.
كان شي تيك ذس دراج سيفلي. طبعا نروح نشيك بالبي ان اف، اكو عندنا لسته مال الادويه اللي هي ديفينيت ريسك، اكو عندنا بروبابل ريسك او يعني ريليتيف ريسك. طبعا السبروفلوكساسين والكوينولون ان جنرال هي ديفينيت ريسك، فما يقدر ياخذها المريض سيفلي ويفضل ناخذ بدالها بديل. زين الدراج المست بي افويدد، لو نشوف هاي كتاب الدي ان اف، هاي الاسماء هو يجوز احنا ننساها بس اسهلها عليكم. اللي عندها ديفينيت ريسك اغلب الادويه اللي استخدموها باليو تي اي، سلفونامايد يعني الميثبريم وربعه، كوينولون، وايضا عندنا نيتوفيرانتون يعني الانتي بايوتيك اللي استخدموها بالرينال فيلير، عفوا باليو تي اي، اغلبهم هن عندهم ديفينيت ريسك فور هيموليسيس ان بيشنت وذ جي 6 بي دي ديفيشنسي. هاي السهوله. اللي دراج وذ بوسيبل ريسك هم جماعه اللي يستخدموها للملاريا، كلوروكوين، كوينيدين، كوينين، زائدا اسبرين، سلفونيل يوريا من الادويه المزمنه. هاي ذني بوسيبل ريسك، ذني بالبدايه قلنا ديفينيت ريسك. زين وات الترناتيف دراج واحد يسوي ريكومنديشن اذا بهالحاله؟ سبروفلوكساسين ما نقدر، ممكن نروح ويا البنسلين او سيفالو سبورين. ذا انذر كيس، فيميل 40 years old iron deficiency anemia، الطبيب صرف لها iron dextran اللي هو جكتوفير 2 ملليتر انجكشن. What are the indication of parenteral iron therapy؟ يا شباب اكو عندنا حالات لازم نصرف بيها البارنتيرال ايرن ثيرابي، واحدة من عندهم اللي الاورال ثيرابي انسكسسفول، يا اما البيشنت نون كومبلاينت كان نوت توليريت او نون كومبلاينت ما دي اخذه بالتزام، ما ملتزم يقول لك انا ما اقدر اخذ 3 مرات باليوم لسبب او لاخر، او ما دي يتحمل الاعراض الجانبيه مالته، تناول الاكل وبعد اللي ياذي معدته. او مثل ما قلنا احتمال يصير عنده كونتينوس بلاد لوس، ولهذا ما يصعد 2 جرام بالشهر، 2 جرام بير دي سي لتر اللي حكينا عنها في بدايه المختبر. او في حاله مال ابزوربشن يعني عنده سيليك ديزيز مثلا. البارنتيرال ايرون اولسو هاف ا رول ان مانجمنت اوف كيموثيرابي اندوس انيميا. البيشنت اللي عندهم رينال فيلير خاصه على الغسل الكلوي والهيموداياليسيس. دول الحالات نقدر نصرف لهم parenteral iron therapy instead of oral iron therapy. اذا كان المريض ما عنده الانديكيشن للبارنتيرال والطبيب قرر يصرف parenteral iron therapy to produce faster response than oral route. Is this a true practice? No. خلينا نشوف ليش. لانه parenteral iron does not produce faster response than oral iron provided that oral iron taken reliably and absorbed adequately. يعني اذا المريض ما يلتزم بالعلاج مال حديد الحب او عنده مال ابزوربشن ديزيز، ذاك الوقت البارنترال ايرن راح يسوي لنا فاستر ريسبونس، اذروايز يعتبر ايكوفالنت ريسبونس لانه الانكوربوريشن انتو الهيموجلوبين سيميلر ريت وبالتالي سيميلر ريسبونس ريت، انليس عندنا ذني المشاكل الاورال كانوت تيكن ريلايبلي او ان ابزورب ان ادكويتلي. كيس الأخرى أيضا عندنا female patient 50 years old وهيموغلوبين 10 وصرف لها الطبيب iron dextran. هنا أنا the patient cannot tolerate oral doses form، يعني صار عندنا لزاما ننطي injection. Therefore the parenteral iron has been prescribed. How you would calculate total dose of iron dextran number of mol؟ طبعا اكو معادلة وموجودة ابلكيشن ممكن حتى على الميديسكاب او على الانترنت ممكن واحد يستخدمها حتى لا يحفظها لان شوية حقيقة طويلة، اللي هي 66% بالوزن بالكيلوغرام اللي هي وزنها 70 كيلوغرام مضروبة في 100 ناقص الهيموغلوبين مالتها اللي هو 10 في 100 على 14.8 اللي يعتبرها هي الستاندر هيموغلوبين بالنسبة للأدل، اذا اطفال يغيرها يعتبرها 12. هذه راح تطلع لنا بالمليغرام، مثلا نفرض طلع لنا 500، يعني ايش كم ابره نحتاج؟ نحتاج 500 على 50 ايش قد؟ 10 مول، الابره 2 مول يعني 5 ابر. طبعا مثلا انا ما حسبت الجرعه وانما بس للتقريب الصوره والفكره، فانتم تشيكونا اياها ان شاء الله
وتشيك وش كم سي سي وش كم أبرة يحتاج يضربه الماء. طبعا احنا ما يهمنا عدد السي سيات، وانما اللي يهمنا هو عدد الأبر، لان ما في يهمنا عدد السي سيات، يهمنا ايش كم أبرة، او الطبيب ايش كم أبرة راح يصرف لي المريض. Knowing that I am iron therapy can stain the skin، سوينا طبعة على الجلد لونها أسود أو أزرق طوخ، تبقى هذه تقريبا 2 year. What is your recommendation to minimize such unwanted effect؟ طبعا هنا طريقة تسموها الزيت تراب تكنيك، اللي هو يسحب الجلد ويزرق الأبرة ويهد الجلد، راح تصير الفتحة اللي دخل بها الايرن مغايرة لمكان السكين، فما راح يليك الايرن ويطلع برا السكين ويسوي لنا طبعة على الجلد. Knowing that iron dextran can cause fatal anaphylactic reaction، what precaution should be made for patient taking parenteral iron therapy for the first time؟ طبعا سابقا كانوا يقولون تيست دوز، تنطي 25 ملي جرام يعني نص سي سي من الحديد، وتنتظر ساعة، صار عنده حساسية ما تنطي الحديد، ما صار عنده حساسية تكمل له الجرعة الباقية. طبعا هذه شافوه انه تعطينا فولس ري اشورنس، يعني ما تنطينا شيء دقيق، وانما تنطينا ثقة زائفة، لانه احتمال من تعطي الجرعة الكاملة تصير عنده حساسية. فالافضل انه كل المرضى تخلي يمك العدة والاحتياطات موجودة، ابنفرين، ستيرويد، انتي هستامين، تنطي الابرة صار عنده مشاكل تعالجه، ما صار عنده مشاكل من تعطي الجرعة الكاملة معناها ما عنده حساسية، بيروح البيتم يقدر يكمل بقية العلاج. كيس الأخرى male 40 years old، صرف للطبيب iron dextran injection 1 IM injection every other day وفروسام تابلت 1 تابلت 3 times daily. طبعا بالمناسبة الـ IM injection عالميا ليس روتيني يوز، ولكن بالعراق بعده يستخدم، هو حقيقة مور بينفول، وقلنا يسوي discoloration of skin عالميا حسب استخدامه كـ IM، وإنما موجود كـ IV preparation. Can we give oral and parenteral iron therapy at the same time؟ حقيقة اثنيناتهم نفس الشغل، يعني لو فكرة واحد يعني ياخذها ب يعني الكومن سنس، اثنيناتهم نفس الشغل، ماكو داعي راح يسوون ساتوريشن للايرون ستور، وبالتالي راح يزداد عندنا الفري ايرون، وبالتالي يزداد عندنا السايد افكت. زين الاورال ايرون شود نوت بي تيكن او نوت بي جيفن انتل 5 دايز after the last injection، يعني المفروض اذا خلص الاوبر يعني تعب من الاوبر يكمل الباقي بالحاب، ممكن ينتظر 5 ايام ورا اخر اوبر يلا يبلش بالحاب حتى نصل عندنا saturation of binding capacity. You found out the patient is asthmatic، what is your recommendation now؟ طبعا اكو عندك كونترا انديكيشن للبارنتيرال اللي تزيد لنا الريسك اوف انافيلاكتيك رياكشن، منها الاكزيما، منها الروماتويد ارترايتس، الاسما، الالرجيك ديس اوردر ان جنرال، هذول عندهم ريسك اعلى للانافيلاكتيك رياكشن. يا بلا عاد بهالحاله احنا قلنا نو فاستر ريسبونس بالنسبه للبارنتيرال دان اورا، ممكن نستخدم الاورال بهالحاله حتى نامن على المريض لا يصير عنده الانافيلاكتيك رياكشن، وهو اذا استخدمه بطريقه صحيحه وما عنده مشاكل هو بالابزوربشن مالته، فنتوقع انه similar response than parenteral iron therapy. كيس الاخرى child 3 years old and iron deficiency anemia، والطبيب صرف له فرس جلوكونيت فروسام syrup 1 teaspoon for TID 3 times daily. What counseling should be given to the parent about the proper administration of iron syrup to the child؟ طبعا liquid preparation مال iron must be diluted with water or juice and taken through a straw to prevent staining of the teeth. طبعا اول ما يجي الايرون ممكن يسوي لنا staining، فحتى لا يصبغ اسنان الطفل ويصير شكلها ما حلو، ممكن نخففها ويشربها بالقصبة. Another case female 30 years old عندها chronic renal failure، صرف للطبيب ايبويتين الفا ايباراكس انجكشن 5000 unit twice weekly subcutaneously. What is E14 and why it is used in a chronic renal failure patient؟ E14 اللي هو recombinant human erythropoietin used to treat anemia associated with erythropoietin deficiency in a chronic renal failure. بالرينال فيلير احنا نعرف الارثروبويتين يتكون او الكدني تسوي لنا ارثروبويتين، مضروبه الكليه ماكو ارثروبويتين، ارثروبويتين يسوي ار بي سي بروليفريشن اند ديفرنشيشن، وبالتالي يصير عندنا انيم، فننطي خارجي اكزوجينوس حتى يعالج لنا الانيم.
another case عندنا male 30 years old عند leukemia. طبيب صرف له filgrastim 30 مليون يونت انجكشن 1 subcutaneous انجكشن daily. طبعا المريض اللوكيميا يعني ياخذ سايتوتوكسيك كيموثيرابي وماخذها البارحه. What is filgrastim and why it is used after cytotoxic chemotherapy? Filgrastim حقيقه هو recombinant human granulocyte colony stimulating factor. طبعا الاسم ممكن تشوفوه صعب ولكن مره مرتين تعودون على الاسم وتحفظوه. Which can stimulate the production of neutrophil اللي هي نوع من انواع شنو هو؟ الوايت بي سي. So it may reduce the duration of chemotherapy, induce neutropenia, and thereby reduce the incidence of associated sepsis. يعني الانفكشن ليش؟ لان الواي بي سي هي القوات الدفاعيه مال الجسم. ملاحظه اخيره بوكيس الاخيره اللي هي عندنا patient عمره 7 years male عنده ثلاسيميا ميجر. الطبيب صرف له ديفيراسيروكس اكسشيت 200 50 ملي جرام ديسبيرسبل تابلت 1 تابلت ديلي. الديفيراسيروكس هو ايرن كيليتر. ليش عادة يصرفوه جماعة الثلاسيميا؟ لأن جماعة الثلاسيميا يصير عندهم اكيوميليشن من ايرن بذير بودي. ليش؟ لأنه هذا جاي من كثر اللي ما ينقلوا لهم الدم. مو قلنا هيموليسيس يحتاج ينقلوا لهم دم. This build up of iron mainly as a result of repeated blood transfusions. Also there is excessive iron absorption from the gut وبالتالي حتى لا يصير accumulation بالليفر وبالهارت يمكن يعطون الايرن كيليتر اللي هو ديفرا زيروكس. طبعا هاي ارقام الصفحات اللي بعضها مكتوبه في بعض الاسئله حسب طبعه 73 اللي نزلكم اياها دكتور عمر بالمختبر.